السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم خاوتي قلت لكم راح ندير فيديو إن شاء الله كيفاش تسجلوا في القرعة العشوائية الأمريكية. دونك قبل ما نبدأ على بركة الله ما تنساوش تابوني لي في قناتي تاع اليوتيوب باش يلحقكم ديما جديد، وتانا تبعوني في الانستغرام إذا عندكم سؤال تانا ابعتوا لي ولا استفسار راح نجاوب عليكم كل إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نديرها ندخل في المتصفح تاعنا ونكتب في جوجل دي في لوتري. كما تشوفوا هنا ندخل في لو بريمي اليان، يعني في الرابط الأول. شوفوا معايا مليح، هذا هو الموقع الرسمي، يعني تلقاو دي في بروجرام بوان ستيت بوان جوف. هذا هو الموقع الرسمي للقرعة العشوائية الأمريكية وراه مجاني 100%. يعني إذا تلقاو موقع واحد آخر غير ما كذا تسجلوا فيه راهم يسرقوا لكم البيانات تاعكم ولا يديروا لكم دراهمكم. يعني ندخلوا في الموقع تاعنا، هاو كما تشوفوا قدامكم، جي هنا ويلكم كذا، نهبطوا فشوفوا معايا يقول لك فيزا بروجرام دي في 2025، يعني اللي باش يهاجروا الناس في 2025 إن شاء الله اللي يربحوا في القرعة. نهبطوا لتحت خلاه ونديروا بيجين. هنا يجينا الكابتشا، لازم نكتبو الكابتشا صحيحة باش يتحللنا الموقع. بعد ما كتبنا الكابتشا تاعنا صحيحة، شوفوا معايا اختي من فوق واش يقولكم. عندكم 30 دقيقة كحد أقصى باش تعمروا المعلومات كاملة. دونك حاولوا تعمروهم بسرعة، ولكن في نفس الوقت لازم تتأكدوا من المعلومات تاعكم. نكتبوا هنا فاميلي نيم اللي هو اسم العائلة تاعكم، الاسم العائلي يعني اللقب. فيرست نيم اللي هو الاسم تاعكم. ميدل نيم، شوفوا تري بيان اخوتي معايا، الميدل نيم احنا في الجزائر ما نش معنيين به. يعني مثال واحد اسمه كما انا اسمي عندي زوز اسامي، مثال انا محمد مصطفى نكتبها في الفيرست نيم، نكتب محمد وندير اسباس مصطفى. ميدل نيم ما ناش معنيين بها في الجزائر. مال ولا فمال هذه باينه، وهذه حط يا رجل ولا مرأة. بيرث ديت يعني هو مك واحد كيف يقولوا بالعربية يوم الميلاد تاعكم. يوم مانث ام اللي هي الشهر، داي تحطوا اليوم اللي خلقتوا فيه، وير اللي هو العام اللي زدتوا فيه. هنا قالكم انتر بيرث سيتي اونلي. هنا واش تحطوا اسم كيما احنا في الجزائر اسم البلدية اللي زدتي فيها. مثال واحد راهو زايد في كيما احنا هنا في عنابة، زايد في عنابة يكتب عنابة، زايد في الحجار يكتب الحجار، البوني يكتب البوني فقط، فهمتوا؟ مثال في الجزائر، زايد في الجزائر الوسطى تكتب الجزائر الوسطى، ما بيش تكتب باب زوار تكتب باب زوار، يعني تكتب لازم البلدية. country where you were born، هنا تحطوا البلد اللي زدتوا فيه. هادي يس نو ماناش معنيين بها، خليوها كيما راهي، انا في الجزائر غير معنيين بها. شوز نيو فوتو، الصورة تحطوا الصورة خوتي. الصورة اني درت عليها فيديو وتكلمت عليها كيفاش تكون، لازم تكون 600 على 600. لي ديمونسيون تاعها تكون فون بلون كيما قلت لكم، يعني خلفية تكون بيضاء. ولازم قالوا لكم في 2023 يعني التسجيل تاع العام هذا جديد لازم تكون بدون نظارات، يعني اللي لابس نظارات طبية ينحيهم. الحجاب مقبول يعني للفتيات، لكن بشرط ما يكونش مغطي الوجه، يعني الوجه يكون دائري. لكن حابين تشوفوا دي موديل دو فوتو بالحجاب، اني حطيت في التيك توك تاعي وفي الانستغرام تلقاوهم، مام هنا في اليوتيوب في لي شورت جبت من الموقع الرسمي تاع القرعة العشوائية الأمريكية كيفاش يكون الصور بالحجاب. الادريس من الفوق هذه ا تحبوا تحطوها تحبوا لا. ادريس هنا اللي تهمنا ادريس لاين 1، تكتبوا الادريس تاعكم كيما راهي مكتوبة عندكم. سيتي تحطوا هنا البلدية، بروفانس هنا تحطوا الولاية. مثال في سيتي تحطوا الحجار،
كونتري تحط بروفنس ستيت تحطوا مثال عنا بقى. الكود من بعد بوستال الرمز البريدي تاعكم. اللي ما يعرفش الرمز البريدي تاعو يدخل في جوجل ويكتب البلدية يخرج له الرمز البريدي في ويكيبيديا. هنا سيلكت كونتري تحطوا البلد تاعكم، مثال احنا الجزائر، تخيل الجزائر. كونتري وير يو ليف توداي، هنا تحط البلد اللي راك ساكن فيه حاليا بصفة رسمية. مثال راك ساكن في الجزائر تحط الجزائر، اللي ساكن في فرنسا يحط فرنسا. انسي دو سويت، كل واحد يحط وين راه ساكن. فون نمبر تحطوا رقم الهاتف، ماهوش لازم مي حطوه، خير من المستحسن تحطوه. الادرس ميل تحطوا الميل تاعكم، وتحطوا تاني الادرس ميل تكونفيرميوها، يعني تحطوها مرتين باش يتاكدوا من الادرس ميل صحيح. خوتي هنا ننبه الادرس ميل، ماذا بيكم حطوا ادرس ميل تكون بروفيسيونال، مثال باللقب والاسم تاعكم، ما تحطوش الاسامي يعني دي بسودو نيم، ما تحطوهمش. هنا تحطوا تخيروا المستوى الدراسي تاعكم. شوفوا هنا الموقع ما تحليش مليحه خاوتي، المهم يجيكم تكوشيوها. شوف مثال هنا يونيفرسيتي، اللي عنده ليسانس يحط يونيفرسيتي ديجري، ماستر اللي عنده ماستر، دكتوراه اللي عنده دكتوراه. هنا تحطهم بعد اذا راك متزوج ولا سيليباتير ولا فهمتي. هنا تخيروا هنا اذا راك ماري ولا لا. نمبر اوف children تحطوا تانا عدد الاطفال اللي عندكم. بعد ما تخيروا بعد ما تعمروا هدوما كامل، لازم تعمروها مصحاح كما قلت لكم. نروحوا للمرحلة اللي وراها. بعد ما تكملوا تعمروا البيانات تاعكم كاملين، تخرج لكم كيما هكا سكسس، يعني راكم سجلتوا بصفة رسمية في القرعة العشوائية الأمريكية. ربي يوفقكم إن شاء الله. ما تنسوش ديروا كابتشر ديكران، يعني تصوروها هذه اللي خرجت لكم، ولا تحفظها عندكم حتى ماي 2005 أي 2024 إن شاء الله تخرج النتائج تاع القرعة. ربي يوفقكم. إذا عندكم أسئلة بعتولي في الانستغرام ولا في تيك توك، راح نجاوب عليكم إن شاء الله.